ايه يعني الفلوس ما راحتش والبيت ما راحش وكل ده ما حصلش؟ الحمد لله. طيب هو ما حدش قال لي ليه؟ يعني انا هو انا عمري اسيبكوا في حاجه؟ يعني هو هسيبكوا وامشي مثلا؟ انت عارف يا بدر بيه انا ماليش حد، انت زي اخويا والولاد زي ولادي. على العموم الله يسامحك يا بدر بيه، ما كانش الاحسن. الله يسامحك.